ندرج هذه البطولة الوطنية للفوفينام في فوضاو في طبعتها العشرين تحت برنامج اتحادية جزائرية للفوفينام في فوضاو. هذه البطولة الخاصة بصنفي الأصاغر وأشبال في اختصاصين التقني والنزال. نظمنا هذه البطولة هنا بولاية ديجل المذيافة لإعطاء دفع كبير للفوفينام في فوضاو في هذه الولاية، وكذلك للتعريف بها أكثر في إطار تطويره ونشره عبر بلديات الوطن. جينا باش ندو شطورة إن شاء الله، إن شاء الله باش ندو تلت إن شاء الله، وجينا باش نتعرفوا مع ناس وحدة أخرين إن شاء الله. كان هذه بطولة رائعة ومستمر من هذه البطولة مع الديتيز ومشرف المدربين تاعي.